بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً حبيت أشكركم على هذه المناسبة أنه أقعد مع إخواني وأصدقائي، وإن شاء الله منوضح بيناتنا استراتيجية ل 2021، فرصة أنه نحن بدينا صفحة جديدة للبرلمان. حكينا بالإصلاحات من سنين، وأملي فيكم إن شاء الله أنه نحن بنقدر نطور بلدنا خلال هالأربع سنوات. طبعاً التحدي من بداية خلينا نقول الإصلاح السياسي، كيف نحن بنقدر نغير الكتل لأحزاب. أعتقد أن الأوان معكم أنه فعلاً بنغير صورة الأردن بهذا الاتجاه. فمن خبرتي التحديات اللي أمامكم، كيف توضحوا برامج أمام المجتمع الأردني سياسياً اقتصادياً اجتماعياً. بكل صراحة آخر كم سنة لقيت كتلتين اللي فعلاً فهموا شو المطلوب وصار يطوروا برامج لكتلهم. جزء من الشغل اللي أمامكم أعتقد في 2021 عدد من القوانين السياسية اللي نحن حكينا فيها أكثر من مرة، قانون الانتخاب، الأحزاب، الإدارة المحلية، وطبعاً النقاش أظني أمام المجتمع الأردني مهم جداً، التواصل مع المجتمع مهم جداً، وأنتم بتلعبوا دور مهم كمان. هدفنا ب 2021 أنه بدنا ثقة المواطن بكل مؤسساتنا، والتعاون بين المؤسسات المختلفة والبرلمان مهم جداً.